رئيسنا المفدى لا يعرف نوم ولا مخدة، مكسح شعبه الحكم متعبه، يحيى ولي في الرئيس ولي في الديمقراطي، لا يرضى بالانفلاتي، لا انتخبنا ولا تعبنا ولا سمعنا بمجلس تأسيس. سيدة القصر الأولانية سلسة سلسبيل، وهي في القرارات القصرية تخسر وتطول وتقيس. مولاتي سمعا وطاعة، عيني ديما في القاعة، شعبي حسنتي له أوضاع، لبستي له غالي ونفيس. يا برمقليين اطمئنوا، كونوا شعب في حسن ظنه، ريسنا شكون انضف منه، كلامه الكل صابون نظيف. يا ميع الكسوة شوتاتو، في تصوروا في كواترواتو، يزيد يلبس مراياته من بيرو ويشوف الريف. منورنا بين الدول، شمسي ضوي حتى عالظل، البطال يزيدهم عطل، ما يحبش النيجاتيف، هو يدخلنا الامل ويشطح الوزرة بتبل، الراحة قبل العمل، جمهورية بوزيتي. الجمهورية البرمقية، برمقي وبرمقي وبرمقي وبرمقي، رئيس بالميدانية، ميداني وميدانيك يعلقي ويعلقي. يا برمقليين اطمئنوا. بارك الله عليه، بارك الله عليه، سيد الرئيس كي يتخبى حد لا ينجم يلقاه. زعما وين مشى؟ خليني نمشي نشوفه غادي. سيد رئيس، سيد رئيس، كارثة كارثة سيد رئيس، حلت بالبلاد. اسمع، احنا نطلبوا فيك وانت متخبي تحت الطاولة. كيفاش طلعتني انا متخبي هوني؟ ها؟ كنت تشوف السيدة الأولانية طيحت بلالتها قعدت. تفضل، شنو يفهم؟ مجموعة سيدي الرئيس، مجموعة مسلحة زدمت البارح في الليل على البلاد ودخلت من الحدود، تحب تحتل المملكة جملة. يا لور، يا لور، شنو يا لور سيد رئيس؟ شنو نعملوا له؟ يلزم نعقدوا مجلس الحرب، اجتماع عاجل، هاني باش نمشي نستدعم سيد رئيس حالا، منا لساعة أخرى. احتراماتي سيد الرئيس. شكون هذا؟ هذا يا سيد وزير الدفاع بتاعنا. انا في التشكيله الحكوميه بتاعي عندي وزير دفاع يخدم عندي. نعم، وزير الدفاع بتاعنا سيد. هذا اي طبعا. سيد الرئيس، حبيت نقول لك الوضع خطير وخطير جدا. حسب المعلومات الاخرى اللي عندنا، المجموعه هذه متكونه من 1500 عنصر. قديش؟ 1500 مصنفين خطيرين، حاملين أسلحة ثقيلة، ويحبوا يدخلوا القصر. زعرورة، برا سلسل سبيل قلها تلم الفليجات، وما تنساش الحيوانات. فيسع فيسع توها توها نمشي. الله يبارك سيد الرئيس. سيد الرئيس، المعلومات الأخرى اللي عندنا تقول إن المجموعة هذه باش تكون فعلا في القصر خلال 24 ساعة. قديش؟ 24. سمحني سيد أمر اللواء، حسب رأيك شنو هو الحل باش نمنعهم أنهم يوصلوا للقصر؟ حل، حل وحيد هو الحرب، الحرب ضد الإرهاب. فيما يخص هالموضوع سيد الرئيس، أنا كتبة قصيدة اللي ديما نحب. يعيشك يا سيدي، يعيشك سيد الرئيس. في هذه اللحظة الحاسمة نستنى رأيك أنت، أنت رئيس البلاد وقائد القوات الأعلى المسلحة. هو بطبيعة الحال هذه لحظة تاريخية حاسمة، وكلكم تعرفوا الخطورة متاع الإرهاب
على الشعوب وعلى ونحن لازم نكونوا على قد المسؤولية المناطة بعهدتنا وعلى قد ثقة شعبي العزيز شعب البرمقلي اللي منحنا الثقة هذه. أنا فكرت في العواقب الوخيمة في المشاكل اللي ممكن تحدثها العمليات هذه والحكايات ذلك وبعد تفكير نجم تقول عميق عميق قررت باش نقطعه قبل ما يخرج معها. يعطيك الصحة سيد الرئيس، قرارات سليمة. وقت الغسرة ما نلقاو كان سيادتك. وقتها باش نهربوا وين باش نمشيو؟ نمشيو فما بلاد واحدة تنجم تستقبلنا. مقادير يا قلب العلا مقادير وش ذنبي انا مقادير يا قلب العلا مقادير وش ذنبي انا مقادير وانا من حياتك مقادير وش ذنبي انا مقادير مقادير ليلى 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 ألف مرة نقول لهم عشت نسيت حبك استعملها كده انا هكي انا حاجتي تولي بالعسل عندك كيف مشي شعطاها كيك مشي شعطاها زبت انا رغيت ليش يا مدام يا مدام فيزح فيزح لم حوايجك وحط في ريجاتك ونقطعو علاش فما سامحني شويه سامع عليك هيك انت الارهاب يا مدام الارهاب يعيشك ارهاب جانا الارهاب جانا انا الف مره نقول وليف ما عادش تصدم عليا الضيافه كيك من غير ما تشاورني انا مش محضر روحي راني يا مدام الارهاب ما يشاورش يروج على غفله يهديك انا ما عندي ما نلبس يا مدام راهو الارهاب جايين باش يززرونا باش يذبحونا باش يغتصبونا باش يفكونا القصر يغتصبونا ما يسالش اما يفكونا القصر على ججتي يا مدام فيس علم حوايجك يعيشك يهديك راهو معاش وقت انا ما فهمتش لوين جايين الارهاب هذا لوين جايين احنا بلاد لا عنا لا بترول لا غاز لا ماء لا ضو لا فحم ما عنا حد شيء هكا محطوطين في طرطوشة الدنيا على رواحنا شو مفكروا فينا نعفر عزيهم وخليهم انا في الارهاب هذا راهو ما يشاورش يصدم اسمع سامحني انا ما عشتش من نقعد باش نزل السر بتاعي ونقطع حتى سامحني ارضوها زعما زعما يغتصبونا حكم النيفيا بتاعي مش معقول سيد رئيس نسلموا في بلادنا يلزمنا ندافع عليها يلزمنا نحاربوهم سيد رئيس نعم والحرب عمرها ما كانت الحل انا نقترح نقعدوا هوني معاهم ونشوفهم شي يحبوا ممكن حاجتهم بحاجه نفرحوا بهم ونشربوهم كويس تايا يا مدام هذا ارهاب تعرف شنو معناتها ارهاب تتكلم وقولوا معايا حاجه احنا في جراسيون قالونا ما تكلموش فدلك ولينا نلعبوا يا سيدي انا يلزمني شويه وقت ويلزمني عزله باش نجم نخمم ونلقى الحلول المثلى الوزر الكل على برا فكره ممتازه ياسر سعيد الرئيس وحكا تلقى الحل يلا تعال يا سيدي تعال نخرج شويه برا انت ولا لا نفس الراجل كذا يا سيدي الراجل اللي يعلم به كان ربي وجهه ملخلخ عاتي ما عندهم سيك نغزروا له كيفاش ها يوكل ويشرب ويراقب ها تفضل سيدي الوزراء الكل البر تفضل سيدي الله مستعان سيد الرئيس ربي معانا سيد الرئيس
بيش باش نعملوا فيها المشكلة هذيا؟ تو وقت رهاب وقت مشاكل. وانا سيد الرئيس اش باش نعمل؟ أنا يظهر لي يلزمني نكلم فرانسوا ميتران. ميتران مات. نحب نقول فرانسوا هولاند. سيد الرئيس هو بيدو واحد معاهم راه. اي سي فري هو قاعد يتفرج في الماتش والكرتوش خيط بحالهم. هيا وحده بركه تخرجنا من المأزق هذايا. شكون ساقيك اعلى من راسك توا تجيب لي بافانا بافانا بسرعة. الله يبارك فيك. اجي ادبس روحك حبك راجل. هيا راجل راجل ونص راجل من لا أو تول سويت بافانا بافانا. هزوي هزوي يلي بالي بالك يلي بالي بالك تقل البرنامج يا علاء. جيب الواد الواد مكانك في الغار اخرج يا بشار. قل لي شنو الحل يا ابو جيب. فرج علينا يرحم والديك. قلب فيا قلب فيا. شكون بوتينا؟ جلاء جل نزرق. قلب فيا قد القلب سرقة شعبية وامشي فلسطينية سايب عصفورك في العشية. قشبية عندي اما العصفور مني مش نجيبه انا. يا دلال تسلفني عصفورك. سامحني سيد الرئيس ما تحرجنيش ما نجمش نسلم في عصفوري. مصلحة الوطن قبل كل شيء. ايه سيد الرئيس تحبي نقعد بلاش عصفور انا؟ انت كيبيك بلاش سايب العصفور. سنشت بيه يغني يونسني. اشت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 
جاوب وزور بسم الله الرحمن الرحيم. وينو؟ هل نقدرهم أنا مشبات؟ أكبر بسم الله الرحمن الرحيم جاوب جاوب بسم الله بسم الله بسم الله عزو بالله مشي سانة رجيم علينا شنو نعملوا؟ ما عندنا ما نعملوا، سلموا رواحنا. حتى كان واحد مات يموت راسه المرفوع. انا ما نحبش نموت وما نحبش نتخلى على منصبي. انا شو شبيكم داخلين بعضكم؟ شو خايفين؟ خايفين خايفين؟ انا مش خايف. تواجهوا مصيركم قدام الناس يا جنرال. شنو الوضع في الميدان العسكري؟ مزمرة مزمرة. شوف انا حبيت نواصيكم على ثلاث حاجات باش نقولهم لكم قبل ما يهجموا، ولا ارجو ذلك يا جماعه هذوما اللي يحبوا يقوضوا. نحب اولا بالذات نحبكم ديما حتى كان هجموا ودخلوا، ولا ارجو ذلك نبداو واقفين انتم تخزون في عينيهم بكل انا فاللي علمتكم كل الراس مرفوع والخشم تخزون في عينيه هكا وما تخافش منه. نحب الشجاعه ورباط الجيش والقوه حتى وان جاره علي وحتى وان هجموا علينا. فهمت مقرانيا حسب الفصل 196 مكرر في فقره ثالثه باش نسلمك بعد الازمه ذي رئاسه الدوله البرمقليه الملكيه، وبعد تستلم انت وتشد 200 300 20 سنه نحكم. مليت وتعبت والحقيقه الاحداث هذوما. انا اقول جماعه الحاجه الاخيره اللي نحب نقول لكم عليها، كان دخلوا الجماعه ولا ارجو ذلك هما كان جاو ما تقول لهمش هذاك راهو السيد الرئيس وليف كيراوني. انا مش انا قول لهم هذاك اخوه سوزيل اخوه يقرا في الخارج برا. وانا تو نعمل باش نحسب لكم الثلاثه. ماذا بيا تعملوا لي الرباطه؟ واحد اثنين ثلاثه رباطه. سي مقراني انا حضرت كلمه السيد الرئيس.
سيد الرئيس عندي حاجة باش نقولها لك. J'espère que vous aurez l'intelligence de vous excuser. Je suis certaine que le peuple barmaclien, le grand peuple barmaclien acceptera vos excuses. Il est temps pour croire que la situation est finie et changée et que Walif ne sera plus là, que le monde bouge et que la colonisation est finie et que les relations doivent changer. Basé sur le respect mutuel. Perplexe. J'ai ou le mazelou. قريب اسمع صباح هنا هكا لا صباح بقراني شفت حقت النيفيا نتاع الخضراء متقطع صوت يكاد يخفت علاش بحالهم شو فهمت شنو عليه شنو هي هذه مروحه تاع الكانون جمع بيربليكس يا الرباط واحد اثنين ثلاثه هيا اخزروا لهم قدام شنو كاينو الحس مش كاينو بيت حتى بيت خلي الرباطة فايقة خبص سلسبيل متخافش أنا نحميك متخافش خليك وراي عندي ما تخافيش سلسبيل ما تخافيش شبيك شد لان انت يا كلب تبعد طحي لا علي الواحد ما روحي أسمع أخير مش أنا لو أنا السيد الرئيس خوص السيد الرئيس السوزير نقرأ في برا نقرأ جيت كي شبالي وقت في التصاور ذكرتني في شبابي وينك هو عايش بندو شو هانا حاربناهم سيد الرئيس شكون خليناهمش يفكوا الحكم الشعب كل ضد مش سهل مش يفكوا بلادنا أنا نحب نجدد لك شكري هذا بالمناسبة وطوى يهدى الجو باش نسلمك وزير بأربع حقائب السياحة الفلاحة الملاحة ما حشناش بالمناصب سيد الرئيس حشنا باش يكون يفهمنا ويحس بينا ويقدرنا ما هيش مزية باش ندافع على بلادنا وما هيش مزية باش تخدموا بلادكم سامحني مش انت يا ما نتاع هذاك دون اون ريفوليسيون اون دوات تريونفي فليونتي بلومبي احسن بلومبي سلم على الجماعه الاخرين يا شي جيتار تبارك الله يا اخي انا ما عنديش اي سامحني انا تو شنو معناها باش نعاود نطلع فليجيت بشويه استنى دقيقه اي امشيو اش خاطر تستناو طلعوا فليجيت تاع ليلاتكم كل واحد يهز خوفه وفليجه وساعه اي اي اقلب وفركسوا لي على حقة النيفيا الخضراء. مخراني أنا تو بعد الأحداث هذوما فكرت مليح ظن مش فكرة كبيرة إنه مهمة الواحد يتعدى وتولي أنت رئيس نكمل أنا نأترك تو نأترك 20 30 سنة أخرين و 300 أترك شوية حتى لين تستقر أمورك وتفهم تأسيس الدولة راهو دولة بالدولة يا مقراني مش سهل أنا تعرف أنت عايش معايا وقديش دربتك وعلمتك ترى هكا هو برا البيروك مقراني صحيت ميتيال جنرال هذه هزها قصولة شعرها وحطوها في الدهليز وسكر عليها وحط 10 بشحام بيت أسألها حتى وذكرني بعد 20 30 سنة في الوالي أي أمشي أمشي بسرعة أمشي أوب ميتيال وتقرأ في الوالي أمشي خذها أمشي قلب زغرتي شدوا البقاع البرد